السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة معايا في الفيديو ده عشان نشوف الغرزة اللي قصادنا دي. دي غرزة على شكل زي البليسي كده، بس بليسي مكون من سلسلة من القلوب مكبرة اسمها تشين اوف هارتس، زي ما انتم شايفينها كده. هي غرزة جميلة وهتبقى سهلة ان شاء الله، وهشرح لكم سطر بسطر ازاي هي بتعمل على 4 سطور. هنبدأها ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الباترون هو مشروح بس بالانجليزي هنا يا جماعة، لو حابين اشرح لكم ال4 اسطر وهي الغرزة بتتكون من كام، بتتعمل على كام غرزة، التصميم يعني او الباترن ده بيكون على كام غرزة. هو بيكون على 9 زائد 2 مضاعفات التسعة اهو. you need stitch number multiple of 9 plus 2، هي 9 زائد 2، 2 دول للحافة للحواف. خلاص يا جماعة، يبقى هي مضاعفات التسعة، بس بنعمل غرزتين زيادة للحواف، حافة اليمين حافة الشمال، او اللي في اول السطر وفي اخر السطر. هي بتتعمل على 4 اسطر. هنا الباترون لو عايزين يبقى قصادنا، بس هو بالانجليزي يعني، انا ممكن احطه قصادنا واشرح لكم برضه. اهو 4 سطور، ده روان اهو، روان اهو، ايجي ست يعني غرزة للحافة اليمين، وبعد كده 2 مقلوبين 2 عدلين، لفة خيط واحدة عدلة، وبعدين بنسلد غرزة ونشتغل واحدة من الإبل المسلوتة عليها، بعدين نشتغل 2 مقلوبين في الآخر وبنكرر. ده شرح السطر واحد اهو، روان اهو، وغرزة حفة في النهاية، والسطر التاني غرزة حفة. وهي يعني الغرزة كلها، بصوا فوق هو شارح الغرزة فيها ايه، فيها بيرل يعني غرزة مقلوبة، ونت يعني غرزة عدلة، وسليب وان نت وايز يعني بنسلك واحدة كأننا بنشتغلها عدل، ونعمل اهو ده رمز SL1KW اللي هي معناها نسلت واحدة، ونسلت غرزة نت وايز يعني كأننا بنسلتها كأننا نشتغلها عدل، والواي او يعني يرن اوفر لفة خيط، وباصو دي يعني باص سليب ستيتش اوفر يعني المسلوتة بنعديها على نفوت او نسلت واحدة، نقلب المسلوتة على الغرزة، بصوا يعني نفوت الغرزة عليها وبس. بعد كده 4 اسطر، هي عبارة عن 4 اسطر. هخلي البطرون قصادي وهنشتغل سطر بسطر من الاول للرابع، وبتتكرر هي من اول للرابع تاني. هنبدأ الغرزة، بس قبل ما نبدأ الغرزة يا جماعة بفكركم، اللي اول مرة يشوف القناة وعجبته الفيديو يعمل لايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويدوس على سبسكرايب ويدوس على الجرس كمان، عشان يبقى كل فيديو جديد بيجي يجيله اشعار بيه وتنبيه، ويعرف ان في فيديو جديد نزل. لو عايزين تشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتشوفوا القناة. انا اشتغلت العينة دي يا جماعة وكررت الباترون مرتين. هو الباترون الغرزة بتتعمل من السطر الاول للسطر الرابع. هنا في العينة دي انا عملت مضاعفات التسعة 3 مرات، 3 في 9 ب27، وضفت 2 يبقى 29 غرزة، وكررت ال4 اسطر مرتين، وهكررها معاكم المرة الثالثة. خلاص نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. البطرون قصادنا، ونبدأ اول سطر. هي غرزة حفة ما بتتكررش عدلة، وبعدين 2 مقلوبين، اتنين عدلين، لفة خيط واحدة عدلة، سلت واحدة كأني اتجاه العدل، شغل اللي بعدها قلب المسلوتة عليها، بعدين 2 مقلوبين، وبنكرر تاني 2 مقلوبين، مكررش بس بتاعة الحفة، 2 مقلوبين، 2 عدلين، لفة خيط واحدة عدل، سلت واحدة اتجاه العدل، الشغل اللي بعدها عدل، نقلب المسلوتة، نقلب اللي سلكناها عليها، نمرر، بعدين 2 مقلوبين، وهكذا بنكرر لغاية نهاية السطر حسب تكرارات، حسب تكرار كام تسعة انت عاملاها. بعد اخر غرزة بنشتغلها حفة، يكون ده السطر الاول خلص، وانا هكمل ده مفيش داعي انا اكرر، ونشتغل السطر التاني. اشتغل السطر التاني والباترون قصادنا يا جماعة، اشرح لكم برضو الشرح. بيقول ايجي ستيتش يعني غرزة حفة، عن 2 عدل 5 مقلوب، 2 عدل، نكرر لغاية الاخر، اخر غرزة حفة
نشتغلها لا، او زي ما احنا عايزين نشتغلها على طول، عايزين نشتغلها على طول مقلوب يمشي يعني. غرزة حفة، نبدأ بغرزة حفة، ممكن ناخدها من غير شغل. انا هشتغلها عدل، بعدين نشتغل اتنين عدلين، نيت تو بيرل فايف، ادي خمسة مقلوبين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اتنين عدل يعني نيت تو، ريبيت لغاية اخر، اكرر معاكم كم مرة، يبقى اتنين عدلين، خمسة مقلوبين، باينين هما قصادنا المقلوبين مقلوبين يعني، وادي الاتنين عاديين باينين قصادنا ان هما عاديين، وبنكرر لغاية اخر غرزة حفة. نخلصه ونشتغل التالت. هنشتغل السطر التالت، نبدأ بغرزة حفة، واضح قصادكو الباترون هنا التالت، ايدج ستيتش غرزة حفة، يعني اتنين مقلوبين اللي هو بيرل تو بي تو، اتنين مقلوبين، بعدين اتنين عدل مع بعض اللي هو كي تو توجذر، نت تو توجذر يعني، اهو اتنين عدل مع بعض، بعدين واحدة عدلة لوحدها، بعدين لفة خيط واتنين عدلين، بعدين بي تو يعني اتنين مقلوبين اهو، وبتكرر. نبدأ تاني التكرارات، نبدأ باتنين مقلوبين، تاني اتنين عدل مع بعض، واحدة عدلة، لفة خيط، اتنين عدلين، بعدين اتنين مقلوبين، وهكذا لغاية نهاية السطر بغرزة حفة. نكرر بدأ التالت، بعد كده نشتغل الرابع. خلصنا التالت وجينا للرابع، والرابع بيقول ان هو سيم از رو تو، سهل خالص يا جماعة. بعد كده بنكرر من واحد للرابع، يبقى هنشتغل الرابع اللي هو زي التاني، نجيب التاني قصادنا اهو، التاني اهو يا جماعة، التاني حفة غرزة حفة، نعمله برضو معاكم، تاني غرزة حفة، اتنين عدلين، خمسة مقلوبين، مقلوبين قصادنا هم هيبقوا واضحين يعني، خمسة مقلوبين واتنين عدلين، وبنكرر. يبقى السطر التاني هو زي السطر الرابع اللي هو غرزة حفة، اتنين عدلين، خمسة مقلوبين، اتنين عدلين، ونكرر لغاية اخر غرزة في السطح نشتغلها اللي هي غرزة حفة، وهكذا. خلصنا الاربع اسطر، وبيكون ده شكل الشغل الغرزة لما بتكرروها. شايفة يا جماعة، شايفين يا جماعة زي خطوط كده اهي، وكأنها قلوب صغيرة، سلسلة من القلوب، سلسلة من قلوب، سلسلة، شايفين اللي هو عاملة كده اهي، شايفينها الغرزة حلوة، هي عجبتني بصراحة، يا رب تكون عجبتكم كمان، وسهلة خالص. الباترون أربع أسطر، ومنهم سطر اللي هو الرابع زي التاني، مفيش أي حاجة يعني، سهلة جدا، على مضاعفات التسعة، وبتضيفوا غرزتين لكل حفة، غرزة واحدة في كل حفة، يبقى إضافة غرزتين يعني، مضاعفات التسعة زائد اتنين. يا رب تكون عجبتكم، تعملوها بكل سهولة. مع السلامة، نتقابل فيديو جديد إن شاء الله.